بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة طبية مع دواء جديد النهاردة اسمه ميتو كلوبر كلوبراميد. ميتو كلوبراميد حقن لعلاج القيء والغثيان. ميتو كلوبراميد يعتبر من الأدوية اللي بتأثر على الجهاز الهضمي للإنسان، وتقوم بتحفيز عملية الدفع الغذاء من المعدة إلى منطقة الأمعاء. في مادة فعالة قوية تسمى الميتوكلوبراميد، وهي فعالة بدرجة كبيرة ضد التقيؤ، وتستخدم بصفة أساسية ضد التقيؤ والغثيان. بعد كده هنتكلم عن دواعي استعمال الميتوكلوبراميد. تختلف دواعي استعمال الميتوكلوبراميد عن دواء آخر من أهمها. يستعمل رقم 1 لعلاج القيء وعلاج الغثيان، رقم 2 يقوم بتحفيز عملية الهضم من المعدة للأمعاء، رقم 3 يعالج الغثيان الذي يكون معه صداع شديد ويأتي للمرضى من وقت لآخر، رقم 4 يخفف العلامات الخاصة بالفتق. بالنسبة للجرعة وطريقة استعمال الميتوكلوبراميد، تختلف جرعة ميتوكلوبراميد من شخص لآخر، يكتبها لك الطبيب، ولذلك يجب ان تحافظ عليها حتى لا تصاب باي اضرار جانبيه. تكون الجرعه كالاتي: يمكن استعماله 3 مرات في اليوم لو كانت الجرعه حقن او اقراص او سائل، حسب ما يكتبه الطبيب للمريض. وتكون الجرعه للبالغين من 10 الى 30 ملي جرام في اليوم الواحد. بالنسبه للاولاد تكون الجرعه منخفضه وفقا لوزن الطفل، ويجب ان تستشير طبيب الاطفال وتبدأ فعالية الدواء من خلال ساعة فقط بعد تناول الدواء، مدتها حوالي 6 لـ 8 ساعات، يعني تأثير الدواء بيستمر لحد 8 ساعات. في حالة نسيان الجرعة يجب أن تتذكر فورا وتأخذ الجرعة التي نسيتها، تمام. ويمكن أن توقف عن تناول الدواء في حالة الشعور بالآثار الجانبية. بالنسبة للآثار الجانبية لميتو كلوبراميد، يوجد بعض تأثيرات جانبية يسببها الدواء بسبب الجرعة الزائدة، أو بسبب الإفراط في تناول الدواء، أو بسبب عدم انتظام في الجرعة. الآثار الجانبية هي إيه؟ رقم 1 تشنجات تصيب العضلات، رقم 2 نعاس مستمر في أوقات مختلفة، رقم 3 علامات نعاس على الأطفال والشباب من سن لحتى 20 سنة. ايضا جرعة زائدة بتسبب تشنجات كبيرة، يجب ان تخبر الطبيب بها. ايضا من الممكن ان تشعر او يشعر المريض بعدم رؤية وعدم وضوح في مركز العين. ايضا يمكن ان يصاب المريض بغيبوبة شديدة وقت تناول الدواء بطريقة خاطئة. اصعب حالات الامساك الحادة تحدث نتيجة تناول ميتوكلوبراميد. ايضا رعشة شديدة تصاب بها بسبب جرعات زائدة وخاطئة. الإصابة أيضا بحالة انقباض القوي في العضلات، وهي شائعة الحدوث. إيه الاحتياطات وإيه موانع استعمال الميتوكلوبراميد؟ من أهم الاحتياطات التي يجب أن تراعيها عند استعمال الميتوكلوبراميد: رقم 1 الحفظ في مكان مغلق حتى لا يفسد، رقم 2 البعد عن الأطفال في حالة وجوده معهم، رقم 3 الامتناع عن تناول الكحول حتى لا تصاب بكثير من الأمراض، رقم 4 عدم تناول الأطعمة الدهنية. كما يوجد ايضا بعض التحذيرات التي يجب ان تعرفها، الا وهي ايه؟ في فترات الحمل والرضاعة يجب ان تستشير الطبيب اولا قبل تناولها حتى لا يؤثر تناول الدواء على الجنين او الطفل، ومن الممكن ان يتسبب الدواء في ضرر كبير للطفل حديث الولادة او الجنين في بطن امه. ايضا يجب ان تقوم بتقليل الجرعة في حالة كبار السن حتى لا تتضاعف التأثيرات الجانبية، ويجب ان يذهب للطبيب بعد عمر 55 حتى يكتب له الجرعة المناسبة. ايضا يجب ان نحذر من تناول الدواء فورا الذهاب للقيادة او عدم القيام بقيادة السيارات عند تناول الدواء. بالنسبة للتفاعلات الدوائية، الميتوكلوبراميد يتفاعل الادوية مع بعضها البعض بسبب المواد الفعالة الموجودة فيها، فيجب ان نعرف هذه الامور جيدا. وقبل ان تبدأ في الجرعة الخاصة بالدواء، عليك اخبار الطبيب بالادوية التي تتناولها حتى يحدد الطبيب اذا ما كان هناك تفاعلات دوائية تحدث بين ميتوكلوبراميد وهذه الادوية او لا. بالنسبة لسعر ميتوكلوبراميد حقن للعلبة الكاملة، سعره 8 جنيه مصري. في نهاية الفيديو ارجو ان انتم تدعموا القناة وتشتركوا معنا في القناة وتضغط لايك
وتفعل الجرس ليصلك كل فيديو جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.